ما تفضل به العلامة الشيخ عبد الله بن بيا هو ما نحتاجه فعلا في العصر الذي نعيش فيه. وإن كان لي تعليق على هذا الموضوع المهم، وأنا الآن يعني بعد الشاطبي أرى في العلامة بن بيا يعني أمل إن شاء الله أطال الله في عمره، وهو إن الحكم الشرعي كما تفضل هو حكم ومناط، حكم وله وأنيط وارتبط بمناط معين. يعني عندما نقول يعني إن القتل العمد يوجب القصاص، فالحكم وجوب القصاص أنيط بقتل عمد. والمهمة، مهمة الفقيه والمجتهد هو أن يحقق مناط القتل العمد في الوقائع والنوازل، آلة الضرب، عدد الضربات، سن المضروب إلى آخر، حتى يقول نعم هذا قتل عمد. فهيكون عنده مقدمة، هذا قتل عمد وكل قتل عمد فيه القصاص. لكن الحكم أصلا إما أن يكون بالتحريم وبالوجوب، الأحكام الخمسة ومرتبطة بمناط. لكن حقيقة الأمر إني الوحي جاء ليغير الواقع، يعني ليس بالضرورة، يعني حتى لا يفهم كلام من كلام الشيخ إنه ما دام إحنا نراعي الواقع فلنخضع النص أو الحكم للواقع، هذا لم يتطرق إليه الشيخ أبدا. يعني قد يكون تحقيق المناط لتغيير الواقع وليس تحقيق المناط لترتيب أحكام يعني جديدة، لأن الواقع هكذا يملي علينا. هذا يأتي تحت نظرية أو مبدأ الضرورة. يعني إذا قيل إن الحديث الذي نهى عن إقامة الحدود، ما استطيعش أقول يعني معناها إنه بناء على هذا إذا كان المناط هو عدم وجود استقرار فخلاص، لا، هذا لا يقصد أبدا. إنما المهم إن الحكم الشرعي سواء كان في التحريم في الوجوب، إذا أنيط بمناط وبوصف معين فعلينا أن نحقق هذا المناط ونغير الواقع أحيانا، أو نوجب أو نوجد، يعني إذا كان هناك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا إحنا الحكم الشرعي حسب الحكم نفسه، إذا كان بيوجب فإحنا علينا أن نحقق الواقع، نغير الواقع حتى يتحقق مناط الحكم. فبالتالي إحنا يعني فعلا يراعى الواقع في التيسير، يراعى الواقع في الضرورات، يراعى نوع من التدرج، نوع من السياسة الشرعية. لكن إذا كان الحكم الشرعي طلب منعا، يعني طلب منعا وربطه وأناطه يعني بوصف معين، فعلينا أن نحقق الوصف أو نمنع الوصف. هي هذه الملاحظة. لكن الشيخ أفاض، وأنا أعتقد أن إذا أردنا فعلا أن نعمم ما قاله الشيخ يحتاج إلى يعني إلى أدلة عمل، فعلا أدلة عمل توزع. وأنا برضو يمكن أتفق مع الشيخ في جزئية إنه الخطاب إذا وجه إلى ولي الأمر في تحقيق المناط يعني مش ليس على إطلاقه، يعني برضو ولي الأمر في التنفيذ، لكن نحتاج إلى العلماء
في تحقيق المناط لأنه اجتهاد كما قال الشاطبي، لكن ولي الأمر يكون في التنفيذ. لكن لا يمكن أبدا أن في خطاب يوجه إلى الجماعة أو إلى ولي الأمر ويقال يعني إنهم هم المعنيون بتحقيق المناط وهو نوع من أنواع الاجتهاد، بل هم أيضا العلماء، وما يقدمه العلماء ولي الأمر يعني دوره هو التنفيذ والتطبيق. وشكرا. الكلام الذي ذكرته أنا لم أريد أن أقول إن كل واقف فاسد، ولأجل ذلك قلت الواقع الوبيل يحكم على الشرع، الواقع الوبيل لا يحكم، لكن هناك ضوابط للتعامل مع الواقع. أن نقول إن كل واقع يجب أن يغير وبالتالي نبقي الحكم على حاله، أنا أرى أن هذا موضوع فيه خطورة كبيرة. الحديث الذي ذكرناه في مسألة عدم إقامة الحدود في دار الحرب، ما هي العلة؟ خرجوا العلة ثم بعد ذلك نتكلم على الواقع. نحن تخريج أولاً هذه العلة، ما هي العلة؟ عمر بن الخطاب يقول حتى لا يركبه الشيطان فيلحق بالكفار، هل هي محافظة على دينه؟ الزاني البكر يقول عمر بن الخطاب لا أنفي أحدا بعدها حتى لا يلتحق بالكفار. العلة بين. طيب احنا لابد أن نتعامل مع العلل. واقع فاسد، لكن هذا الواقع الفاسد عليك أن تتعامل معه لا تزيده فسادا. يقول ابن القيم تغيير المنكر 4 درجات، منكر تغيره بلا تبعات هذا مشروع، منكر تغيره ويستوي يكون التغيير معه أيضا شيء من الفساد وهذا محل نظر واجتهاد، منكر تغيره فيأتي بمفاسد أكبر وهذا حرام، لا يجوز أن تغيره وترك المنكر على حاله. ويكفر قضية ابن تيمية في قضية التتار التي تعرفونها. نحن نقول كيف نغير الواقع؟ أنا معك في التدريج، في عمليات التدريج التي جاء بها القرآن. القرآن أولاً غرس القيم في الناس، إنها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتسفها أموالكم. ثم في النهاية وهي من آخر ما نزل، نزلت آية الربا بعد أن تشرب الناس وانغرست في أذهانهم أهمية المحافظة على المال والابتعاد عن أكل أموال الناس بالباطل. في مسألة الفواحش، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، كل الآيات التي نزلت، ثم نزلت آية النور والآية المنسوخة في الرجم، غرست حتى في الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم فاجتنبوه، حتى مع فاجتنبوه ما جاءت عقوبة خاصة. تعرض العلماء قال لا توجد عقوبة خاصة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب الشخص الذي ارتكب هذا، ثم بعد ذلك عمر حددها لما كانت لواقع أيضا تغير وهو واقع أنهم فتحوا الهلال الخصم. فمسألة الواقع، أن تقول الواقع لا يحكم، الواقع لا يحكم، لكن الواقع له جزء من الحكم. أنت عندما تتعامل مع واقع عنيد ما الذي تعمل؟ هل تقطع يده في تونس ليذهب إلى صقلية؟ أو حتى ليجلس في تونس ويعلن التمرد؟ يعني إشكال كبير. تضع الجزية على ناس في مصر لتعلن حرباً أهلية؟ أنا ما أدري، يعني غير الواقع، غير الواقع، كيف أغير الواقع؟ أنا أتعامل مع الواقع، حتى من كل الشريعة يتعامل مع الواقع. مسألة أن العلماء يحققون المناط، أنا هو المناط، تحقيق المناط ليس حكما شرعيا، تحقيق المناط هو عبارة عن ملاحظة واقع، لأن هناك المقدمة النقلية وهي المقدمة الكبرى. طيب العلماء يتون من المقدمة الكلية، يقولون يجب الوضوء
لكن هل هذا الماء يصلح أو لا يصلح؟ هذا يعرفه الذي سيتوضأ به. يقولون يجب أن تعمل كذا، لكن المصلحة من يعرفها؟ قد تكون هناك مصالح خفية. عندما عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة عام الرمادة كانت عنده أسباب. وباختصار أنا أقول شيئين. الشريعة، نتكلم عن الشريعة، الشريعة لها مستويان: مستوى الإيمان والاعتقاد، وهذا يمثله قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بأن هذه الأحكام التي وردت في القرآن والسنة تواترا هي حق وصدق إيمانا جازما. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو الأحكام العملية. والأحكام العملية، وأنت أدرى الناس بهذا، محاطة بالأسباب والشروط والموانع وبالرخص والعزائم وبالصحة والفساد. كل خطاب الوضع لها بالمصادر. هذا خطاب الوضع. أنت إذا أخذت الفقيه وقال لك المقدمة النقلية، قل الفقيه يتدخل أيضا وقل لك المقدمة تحقيق المناط أنا أعرفها أيضا، أعرف أن هذا يجب أن يقتل. لا، هو لا, لا, لا هو يقول هذا الحكم حكمه كذا خلاص. إذا قال هذا الحكم فتعيين الشخص هو ليس قاضيا حتى يعين الشخص، هو تنزيله على شيء مشخص. ولأجل هذا الحاكم والسلطان إذا لم يكن حق المناط في المصالح والمفاسد على الدنيا العفاء. يعني أذكر قضية من التاريخ. في وقت من الأوقات في المغرب كان هناك أحد ملوكنا وأنا أحبه، أعتقد الدكتور توفيق الشاطني، هذا اسمه يوسف بن تاشفين في القرن الخامس. يوسف بن تاشفين احتاج إلى المال ليضع ضرائب على المسلمين يسميها المعونة. فأهل المغرب استجابوا لذلك. فيه مدينة في الأندلس اسمها المرية، قال أهلها نحن نرى أن يعني خالفوا ذلك، وكتب القاضي كتب رسالة إليه أبو البراء أو أبو الفراء، ممكن يعني اللفظ فيه خطأ في المطبعة، كتب إليه رسالة يطلب منه أن يحلف على المنبر بأن بيت المال ليس فيه شيء. هو لم ينكر عليه أنه يحقق البناط، بل فقط للاستيثاق منه طلب من يوسف بن تاشفين أن يحلف، لأن وضع الضرائب على المسلمين ليس معتادا، فعليه أن يحلف أن بيت المال يحتاج إلى ذلك. فيوسف ترك أهل المرية. فتحقيق المناط إذا لم يكن السلطان ماذا يعمل؟ حتى البرلمان يكون في لجنة لتحقيق المناط. إذن في النظام الحالي يعني كل فقيه يفتح لنا الباب، كل فقيه يقف في مكانه، هذا الذي عمل للحروب. كل واحد يقف ويقول أنا أرى أن الجهاد وجب وأني سأشن جهادا، وبالتالي يهلك الأمة كلها، يهلك الحرث والنسل ويهلك النساء والأطفال والعياذ بالله. يعني أنا ما أدري السلطان ماذا يعمل. الفقيه عليه أن يقدم المقدمة النقلية، أما المقدمة العقلية أو النظرية فهي ترجع إلى من يحقق المناط، سواء كان صانعا أو بايعا أو أي غير ذلك، لا يحققه الفقيه. هذا الذي أراه، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ.